قبل 6 سنوات خطفت الأنظار بشخصية دعاء في مسلسل سابع جار. ساعتها ما كانش حد يعرف اسمها الفني، ولكن الكل بقى عارف دعاء، وكانت سعيدة الحظ ان مشاهدين المسلسل شبهوها بالعملاقة الكبيرة عبلة كامل، وده في حد ذاته شهادة ميلاد ليها في الوسط الفني. مؤخرا تصدرت الترند بشخصية سعاد اللي قدمتها في مسلسل صوت وصورة او بيسموها الحربوقة. ليه؟ لانها الغيورة اللي هي عاملة انها صاحبتها وصديقتها، وده نموذج للأسف بنشوفه كتير، ولكن هي بتحقد عليها وما بتحبلهاش الخير، بتزور شهادتها، يعني مش بس بتظلمها وبتزور شهادتها ضدها، وفي الآخر بتاخد جوزها. يعني قصة كده واقعية بتحصل للأسف، صحيح الحمد لله ما هيش نماذج منتشرة ولكنها بتحصل، وحدث بالفعل إنها نورتنا النهاردة في استوديو ستات على النهار الجميلة فدوى عابد عكس ما بتظهر في الأدوار. اهلا وسهلا بيكم، مبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده. نورتينا يعني الشكل الجميل ده والرقي ده يعني يلقب بالحربوقه. انت عارفه ان ده اسمك دلوقتي الحربوقه؟ بس سعاد تلقب، لازم تلقب بالحربوقه لسه. لازم لازم. طب انا عايزه اسالك سؤال، وانت بيتعرض عليكي دور سعاد وبتقري كل الجوانب بتاع شخصيتها، الحاقد، الكذب، الغيره، ما تخضتيش؟ لا بالعكس، ده هو ده اللي خلاني ابقى عايزه اعمل الدور، ان هي شريره بالشكل ده بلا هدف يعني في الاخر. يعني هي طلعت ولا كسبانه اي حاجه يعني، بس هو ده اللي شدني. الشر للشر، في ناس كده طبع ومنهج وهوايه واستمتاع. انا مش حاسه ان هي مستمتعه، هي بس من كتر ما هي بتعمله بقت ماشيه تعمله خلاص، يعني بناء على الغيره اللي هي طول الوقت حاسه بيها. طب لو انا قلت لك وانت برضو بتقري السيناريو وقاعده كده مع ايه الخطوط اللي مسكتيها عشان تقدمي شخصيه سعاد زي ما احنا شفناها كده؟ يعني اكتر تعليق جالي على سعاد دي قال لك دي شخصيه مستفزه بارده. ما كنتش بفكر ان هي تبقى مستفزه يعني صراحه، مستفزه يعني. وبارده يعني. عارفه ازاي انت وصلتي لدرجه ان الناس ابتدوا يخلوا سعاد شخص عايش؟ ايوه، هما دايما بيحصل لي كده يعني، دعاء لغايه النهارده برضو شخص عايش، فانا مبسوطه ان سعاد شخص حي. والناس بتشتمه صراحه، المفروض اتضايق يعني، الناس بتشتم بس انا سعيده، ده بيطمني ان انا قدمت سعاد بالشكل المفروض تطلع بيه. الخطوط بتاعتها مين جه في دماغك وانت بتقولي؟ مفيش حد معين، بس هو احساس اكتر يعني. انا قعدت افكر في الغيره وازاي شعورها وعايزه اكتمها، بحيث ان انا مش عايزه ابقى طول الوقت باينه ان انا غيرانه، بالعكس انا عايزه اكتمها واشوف ده هيطلع معايا عامل ازاي. ان انا اعمل كده عايزه ادري طول الوقت لا ازاي بس حضرتك، وانا من جوه بتقطع يعني. ففي مشاهد طبعا بتفلت من سعاد، زي مثلا وانا بكلم رادو رايحه ابارك لها ان هي طلعت من السجن، فعامله لها بريئه في الاول، بعدين اول ما بتعصب بتحول تماما يعني، ولو اللي انت فيه ده وحش. طب تفتكر ان الجانب الشرير ده موجود عندنا احنا في الستات عموما وبيظهر وقت اللزوم، ولا دي بتبقى تركيبات شخصيه مش بالضروره يعني؟ بس ده نوع، انا عندي قناعه ان نوع شخصيات الخير والشر طول بس الوقت، بس بنسب بنسب وانت عايزه تميلي على انهي كفه اكتر يعني. بس يعني انا حتى كفدوى مش هشر، بس لو هتضايق وحد هيجي عليا في حاجه يعني هطلع حته هتبان للاخرين شريره. هتعملي ايه يعني انت كفدوى لو مش حصل لك؟ مش هطلع سعاد، مش هيطلع شبه سعاد خالص يعني، بس بيطلع مني حاجات، مش هاجي على غيري بس مش هسيب حقي.